روسيا إمبراطورية أو لا شيء؟ حضراتكم سنة 94 نشر بريجينسكي كمستشار الأمن القومي في عهد الرئيس كارتر ومفكر استراتيجي أمريكي رفيع المستوى. بريجينسكي كتب مقال في فورين أفيرز سنة 94 بيقول إن روسيا في وقت ما هتسعى لضم أوكرانيا، وإن روسيا بدون أوكرانيا لا يمكن اعتبارها إمبراطورية، وإن روسيا لو فقدت أوكرانيا واستمرت كما هي فهي في حالة اختبار، إما أن تكون إمبراطورية بأوكرانيا أو لا شيء. ده الكلام اللي قاله بريجينسكي سنة 94. عد قرابة 30 سنة 2023 في وول ستريت جورنال مقال مهم بيكرر الكلام اللي قاله بريجينسكي قبل كده. بيقول كلام بريجينسكي كلام مش بيعبر عنه فقط، إنما كمان بيعبر عن رؤية الرئيس بوتين، إن الرئيس بوتين كمان شايف إن لابد يكون أجزاء من أوكرانيا هي ضمن روسيا، وإلا إن الإمبراطورية الروسية هتكون مهددة في المستقبل. بيقول دي مفارقة كبيرة جدا إن رؤية بوتين زي رؤية بريجينسكي إنه الإمبراطورية الروسية إما أن تشمل أوكرانيا أو أجزاء منها أو أن تكون لا شيء. طبعا هذا الكلام بيمتد في النقاش وول ستريت جورنال، فبيقول الكاتب إنه قدام روسيا احتمالين، إن هي تنجح في هذه الحرب وتسيطر على الأجزاء اللي موجودة في الدنباس كلها، وبالتالي تعزز وجود السلاف والأرثوذكس اللي هم عماد الدولة الروسية، وفي هذه الحالة هيكون نجاح لروسيا ونجاح للرئيس بوتين. الاحتمال الثاني أن تفشل روسيا، وإن أوكرانيا تقدر تحافظ على معظم أراضيها أو كل أراضيها، وفي هذه الحالة تكون روسيا في وضع صعب جدا، لن تكون إمبراطورية في أي وقت، وإن روسيا اللي كانت بتخوف أوروبا مش هتكون روسيا المخيفة لأوروبا فيما بعد، وإن روسيا كمان مش هيكون قدامها غير الارتماء في أحضان الصين وتكون جزء من محور كبير لكن بقيادة صينية. ده كلام وول ستريت جورنال، وقبليه بحوالي 29 أو 30 سنة كلام في فورين أفيرز لبريجينسكي. لكن طبعا دي الرؤية الأمريكية المعتادة اللي هي بتقلل كتير جدا من مستقبل روسيا، واستغلت موضوع حرب أوكرانيا عشان تقول إنه إما إمبراطورية أو لا شيء. إنما وجهة النظر بالمقابل عند روسيا إنه حتى بدون أوكرانيا هتكون روسيا قوة عظمى في العالم لامتلاكها أسلحة نووية وامتلاكها الطاقة ومساحة جغرافية هائلة وتاريخ كبير، وأوروبا نفسها بتنظر لروسيا باستمرار باعتبارها قوة عظمى. يبقى حتى لو إن روسيا تعثرت في أوكرانيا ممكن تستمر قوة عظمى ثالثة، هيكون أكبر قوتين في المستقبل أمريكا والصين، إنما كمان ممكن تكون ترويكا، ثلاث قوى أساسية في العالم أمريكا والصين وروسيا. إنما بقالنا فترة سواء الألمان الإنجليز الأمريكان أغلب مراكز البحث هناك بتقول إنه المستقبل بين الصين وأمريكا، وإن روسيا هتكون قوة هامشية أو قوة أقل، وإنها ممكن تكون في المستقبل تابعة للصين. يبقى إذن الرؤية الغربية إن القرن الحادي والعشرين بتعبير أوباما قبل كده هو بين واشنطن وبكين، وإن روسيا في المستقبل مش قوة عالمية كبرى إنما قوتين فقط أمريكا والصين. الرؤية الروسية لأ، في ثلاث قوى في المستقبل أمريكا والصين وروسيا الاتحادية، سواء حصلت على جزء من أوكرانيا أو لم تحصل ستظل برؤية موسكو قوة ثالثة وقوة عظمى مؤثرة في مستقبل العالم.